في أفويك مولانا جود علينا المنطقة والجبار علينا في أفويك مولانا جود علينا المنطقة والجبار علينا والجبار علينا احنا ولادك يا مغرب ما جيناش من برا بركة من التمييز بركة من الحقرة احنا ولادك يا مغرب احنا ولادك يا مغرب ما جيناش من برا بركه من التهليج بركه من الحقره الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين صفه كاتب العام الاقليمي تابع للمنظمه الديمقراطيه لمهني النقل. هذه الوقفه هذه جات في حد ذاتها باش كنبينوا المسائل ديالنا على الزيادات المرتفعه في الغازوال، زيادات المحروقات المتتاليه، الزياده الصاروخيه. فلهذا كنستنكروا هذه السياده هذه وكنحملوا المسؤوليه السيد والي جهه فاس مكناس باش يبلغ الرساله ديالنا بصفته كوالي للوزاره الداخليه ولا الحكومه مباشره لرئيس الحكومه باش كنحملوا المسؤوليه باش يبين له شنو كاين. وكنزيدوا نطلبوا من السيد الوالي باش يفتحوا لنا المباراه ديال بيرميات فيل هما رخصه الثقه وتبسيط المساطير وتهيئ المحطات اللي هذه عامين مده سنتين هما خدامين على هذه المحطات مازال ما شفنا حتى شي حاجه. كنحملوا المسؤوليه باش يبدلوا بهذه المسائل هذه. وكما جاء في خطاب ديال صاحب الجلاله نصره الله بان بين عده خطابات القدره الشرائيه حنا كمهنيين ما قدرناش نزيدوا على المواطن لان مواطن وحنا راهنا بحال بحال جسد واحد ما يمكنناش نزيدوا على المواطن في هذه الحاله هذه لان كنراعيوا الظروف الاجتماعيه ديالو ومسائل ديالو اللي كتضر بالبيس ديالو. فلهذا كنزيد ناكد وكنستنكر هذه المحروقات الزياده المتتاليه الزياده الصاروخيه. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. تحيه نضاليه لجميع الاخوان السائقين المهنيين ولجميع المنظمات والهيئات اللي تيشرفوا على هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي جات. هذه الوقفه ما جاتش من عدم لان جات اثر الزيادات المتتاليه في المحروقات واثر السياسه الفاشله للحكومه ديال الحكومه اللي تتعقد هذه الحكومه المتتاليه اللي تتزيد في الزيادات ديال الاسعار. وحنا كسائقين مهنيين ما قادينش نسيروا الوكب ديال المحروقات لان الثمن ديالهم ولا تيفوت العرض ديال ما غنصوروا والو لوليداتنا. يعني باش غادي نشغلوا هاد الاثمنه ديال المحروقات اللي تستهلك السيارات ديالنا ما تيشيطنا والو لوليدات ديالنا في العشيه ما باش نقتاسوا نكونوا باش نعيلوا الاسر ديالنا نظرا للسيارات الجديد الاسطول اللي جددنا فيه الكريدي باش نقري وليداتنا وباش ندخل على وليداتنا لان هاد الحكومه خصها تنظر وتلتفت للخطاب ديال جلاله الملك نصره الله اللي تيدعى اللي تيهدف لهاد الشريحه من المجتمع لا في التعليم ولا في الصحه ولا في العدل لان هاد الوكب اللي هاد المنهجيه اللي واخده هاد السياسه هاد الحكومه راه ما غتاديش بالبلاد الخير. لو انهم تيراعيوا المواطن ويراعيوا الظروف ديالو المعيشيه والقدره الشرائيه ديالو راه ما بقاش قاد يساير هاد الغلاءات وهاد الزياده في الاسعار المتتاليه في جميع المواد الزياده لا ما بقى لا دعم لا في السكر ولا في الزيت ولا في كذا. يعني السائق هاد الشيء اللي تيصور راه ما كافيهش ولو باش يبدل حتى الترويضه. ولهذا نقول من هذا المنبر للحكومة أن تلتفت وتعجل في حل هذه الإشكالية ديال المحروقات. وشكرا. السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوان اسم يوسف العالمي ممثل ديال الطاكسي ديال الصنف الأول. حنا رحنا مضرورين لواحد الدرجة اللي ما تصورش المهنيين كاملين تضروا. لذلك على انه الاخوان على وقفه احتجاجيه على هذا الغازوال لاننا احنا اصلا مواطنين ما بغيناش نزيدوا على اخواننا على خوتنا المواطنين ما قدرناش نزيدوا حتى 4 دريال لاننا اصلا احنا ديجا احنا مواطنين عندنا موادنا عندنا عيالاتنا عندنا ولادنا عندنا خوتنا كل شيء كيركب الطاكسي كل شيء هذا باش غادي تزيد عليه ما قدرناش نزيدوا على المواطنين ابدا. اضطرينا باش نوقفوا
وقفة احتجاجية باش نبلغوا الصوت ديالنا للجهات المعنية، لأن محمد السادس نصره الله سيدنا كان خطب بأنه غادي تكون واحد الالتفاته لهاد الناس هادو والمواطنين والشعب المغربي. رغم ذلك كنشوفوا حنا ما كايناش الالتفاته، كاين غير الزيادات. اللهم هذا منكر، وكنقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وغادي نقولوا عاش الملك، ونطلبوا من سيدنا يشوف من جهتنا حنايا، لان حنا راه بقات لنا باب وحده هي الباب ديال صاحب الجلاله نصره الله، هو اللي غادي يلتفت للجهه ديالنا. والسلام عليكم. فؤاد سائق مهني من الصنف الثاني، حنا هاد الوقفه جات بسبب عدم وفاء الحكومة بالدعم اللي وعدتنا به منذ 2014، وجات جلات هذا الصعيد هذا لأن الشفرة تقهر في جيبه. السبب ديال هذا الشيء هو قصنا الميزانية، قصنا في جيبنا، اضطرينا أننا نديروا خطوات صعيدية، وساندونا الإخوان من الصيف الأول، وحنا ساندناهم ثاني، ساندناهم، وحنا عوانين دايرين إضراب مفتوح، راه ما عوانين شي نوقفوا هذا الإضراب هذا، حتى يشوف معنا السي الوالي شي حل بخصوص الدعم، وخصوص الشلة ديال المطالب اللي تتقيس السائق المهني، لأن الوعود ديالو راهنا هرمنا منها، وعدونا ما وفوا حتى شي وعد. إذا السائق المهني راه مقبل على الإفلاس، مهدد على الإفلاس. تسمي تنقول سائق مهني راه تنقول الصنف الأول والصنف الثاني. وتنتمنى من عند الله أن المسؤولين يستمعوا لنا، وتنعتذروا مرة أخرى للزبناء ديال الطاكسي، لا الصغير ولا الكبير، لأننا شوية فقدوا الخدمات ديالها اليوم. راه هما حاسين بينا، اما حنا حاسين بهم، لان ما بغيناش نزيدوا عليهم في الثمن وبزاف ديال الحوايج. بالفعل، لان حنايا بامكاننا نزيدوا الثمن، وان هذا الشيء راه تيضر لا لينا ولا ليهم. خصنا الحكومه توفي بالوعد ديالها بخصوص المحروقات. وشكرا.